لا عندنا صرف صحي تمام ولا عندنا غاز، وبعد كده بطاله. يعني هنا الاعتماد الكلي عندنا هنا على موسم القصب اللي هو ايه العز، مصنع السكر. الصرف الصحي عندنا ما فيش، غاز عندنا ما فيش، مباني الناس تعبانه. قريه رزقات بحر دي على شفا حفره. ليه؟ لان احنا بيارات الصرف الصحي، كل بيت عامل بياره عند بيته، كل بيت عامل بياره قدام بيته، يبقى احنا عايمين على بحر ميه. سني 37 سنه، انا ما افتكرتش في سنه بستين المواسير بتاعه الميه الرئيسيه اللي هي بتمد المنازل ان هي اتغيرت، ودي مصيبه لان مش كل الناس هتركب فلاتر. يا ريت المبادره تتم وتبقى مبادره ناجحه بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين العمار للقريه، وعايزين العمار للبلد، وعايزين العمار لمصر كامله يعني. وهي المبادره جميله بصراحه، يشكر عليها سياده الرئيس نفسه والقائمين عليها وكل قضاء الدوله يعني.